شايفي شفتي ليه ما تقوليش مع انه خطوط مباشر من مدينه طنجه وصلت حاليا ساحه الامام النعم وغني عن سعيد طبعا الملقب بالفلاح المصري. هذا المصري اللي هو صراحه رجع واحد من المغاربه عايش في طنجه هذه مده طويله، يعني خلى بلاده اللي هي مسار وجا مدينه طنجه عايش حاليا معنا، وطبعا هو واحد منا وبراسو كيعتبر راسو يعني مغربي، كيبغي المغرب بزاف، كيبغي الناس ديالها. رجع تبارك الله كيهضر بالهضره ديالنا وبقاتي كيهضر بالمصريه نهائيا. بمناسبه عيد العرش المجيد قرر الفلاح المصري انه يدير واحد الاغنيه من الكلمات ديالو طبعا، تسجلت في مسار صراحه الكلمات ديالها رائعه مزيونه بزاف، وكيحاول من خلالها انه بغى انه يهديها الملك ديالنا الملك محمد السادس الله ينصرو الله يرزقو الصحه والعافيه. اذا مرحبا بك معنا. اهلا وسهلا. الأغنية عمل مصري متكامل من كلماتي من غناء الفرعون المصري، واحد اسمه الفرعون المصري مطرب صوته جميل جدا، ألحان مصرية توزعت في مصر، اتسجلت في استوديوهات مصر، كنا بنسابق الزمن علشان نهدي الملك محمد السادس أغنية بمناسبة عيد العرش، بما إن احنا يعني عايشين في المغرب والمغرب بلدنا وأرضنا ووطننا حقيقة يعني، ونحب المغرب والمغاربة ونكن لهم كل احترام وتقدير، ونحب الملك محمد السادس يعني حبا جما، الله ينصره بما يقوم به يعني من عمل رهيب جدا من اجل التقدم من اجل الازدهار من اجل الاقتصاد من اجل السلام. فقلنا عايزين نعمل اغنيه مش مهداه من افراد، مهداه من الشعب المصري، يعني اذا جاز لنا ان احنا بما ان احنا مصريين نقول مهداه من الشعب المصري الى الشعب المغربي والى الملك محمد السادس. فبنقول له محمد السادس ابن الاكرمين، محمد السادس حبيب الملايين، يا ملكنا يا غالي يا ملكنا المحبوب، يا ملكنا يا عالي يا ملك القلوب، حماك الإله حماك الإله، أبوك الحسن وابنك حسن وكلك في كلك على بعضك حسن، لأنك يا سيدنا ابن حبيبنا إمامنا الحسن. إلى آخر الأغنية طبعا هتسمعوها، يعني احنا بنهديها لجلالة الملك محمد السادس والشعب المغربي، يعني عايزين نفرح معهم بعيد العرش وتجديد البيعة وهذه العادات والتقاليد المغربية الجميلة جدا، يعني ده أقل واجب نعمله مع الشعب المغربي مع المغاربة اللي هم فتحوا لنا بيوتهم اللي هم استضافونا اللي هم كبروا بينا دائما يكبروا بينا. فيعني عاجز عن الشكر لكل أصدقاء المغاربة لكل المتابعين للشعب المغربي العظيم الكريم المتأصل صاحب الحضارة العظيمة جدا. وأنا يا جماعة عايز أقول حاجة بسيطة بعد إذنكم، سواء في انتقادات أو ما فيش، إحنا عندنا دور بسيط جدا، عايز أوصل الثقافة المغربية والتاريخ المغربي والحضارة المغربية العظيمة لبلاد الشرق. يعني لا أتوجه أنا مش بتوجه للمغاربة بس، أنا بتوجه للناس اللي في العراق للناس اللي في الشام للناس اللي في مصر. ليه؟ لأنه الشرق ما يعرفوش حاجة عن المغرب، ما يعرفوش حاجة عن عادات المغرب عن تقاليد المغرب عن الحاجات العظيمة عن تاريخ المغرب عن موقعة الزلاقة عن اشتراك المغاربة في موقعة حطين بنسبة 25%، عن هذا التاريخ العظيم جدا ايام ما كانت اوروبا بتغزونا، احنا الشرق كان المغرب يغزو اوروبا. فاحنا عايزين نوصل للشرق هذه العظمه هذا التاريخ العظيم ديال المغرب. بنحاول تنحاول 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 بمساعده الناس اللي هم كيبرطجوا الحلقات بتاعتنا وتتعاونوا معانا وحابين بلادهم وعاشقينها وعايزين يوصلوا هذا التاريخ للعالم كله. اضافه الى ذلك انا بعمل حلقات عن كل مدينه مغربيه منفصله، يعني طنجه لوحدها، تاريخ طنجه، معالم طنجه، حضاره طنجه، الاثار الجميله اللي في طنجه. ليه؟ كنقول ربما يقدر واحد مصري يشوف ولا واحد فلسطيني ولا واحد عراقي ولا واحد خليجي يشوف هذا الكلام يقول لك الله المغرب جميل المغرب زوين نمشي نشوف المغرب. فاحنا عايزين ننشط السياحه في المغرب دون اي مقابل. لا ده دورنا، ده طوق في عنقنا، المغاربه اكرمونا فاحنا بنحاول نقول لهم، احنا اللي بنحاول نقول لهم وشكرا. لذلك في نهايه كل فيديو بنقول وشكرا، يعني وشكرا لكل المغاربه وشكرا لجلاله الملك محمد السادس. في المغرب انا دي لي 10 سنين، والمثل يقول لك من 10 الجوم 40 يوم صار منهم. هذا الحب من اللي جيت المغاربه اصلا كيعشقوا يا جماعه عايز اقول لكم، سيد المرسى ابو العباس مغربي، الحسن الشاذلي مغربي، سيد عبد الكريم الخطابي مدفون في مصر، المرسى ابو العباس مدفون في الاسكندريه مغربي، سيدي احمد البدوي مغربي، اولياء الله الصالحين، علاش احنا تنقول المغرب بلاد الاولياء؟ مدفونين عندنا في مصر.
ففي علاقة روحية كبيرة جدا بين المغرب وبين مصر. فأنا لما أجي من مصر كيشوفوا فيها حاجة كويسة، كيحترموني المغاربة، كيحترموا مصر، كيقدروها، والعكس صحيح. فأنا لما جيت المغرب إيه هو الوطن؟ الوطن بيمنحك الأمن والأمان والطمأنينة ولقمة العيش والحرية. المغرب منحني ذلك وأكثر، وهو لقب محبوب المغاربة الذي أعتبره طوق في عنقي، أعتبره يعني وسام على رأسي. فاحنا بندين للمغاربه، ندين للمغاربه اللي هم الطيبين، المغاربه المتسامحين. يا جماعه المغاربه مش عنصريين خالص، المغاربه الناس منفتحين على الاخر، عايزين يتعلموا منه، عايزين يتشربوا من ثقافته. فانا بتوجه لها بالشكر لجميع طبقات المجتمع المغربي كل شيء، وبتوجه للشكر لجلاله الملك محمد السادس ولكل المغرب كبيرا وصغيرا، وشكرا لكم على كل حاجه حلوه بتعملوها معانا. كان هناك صعوبة في التأقلم، ان اكبر خطأ يرتكبه الانسان في حياته هو التأقلم فعلا. يعني ليه؟ لان العادات مختلفة، التقاليد مختلفة، الاكل مختلف. يعني غير الخبز هنا بس، مثلا الخبز فيه اللبابة من الداخل، في مصر ما فيهوش اللبابة من الداخل. يعني اشوف ابسط الامور، ابسط شيء في مصر مثلا ما فيش حاجة تعمل المحلي على المالح، هنا في المغرب تعمل لحمة بالبرقوق محلي على المالح. فده كل دي حاجات عملت تشك في البداية. اللغة اللهجة صعبة جدا، شنو هو الشراجم، شنو هو وكل برافو، كل منطقة طنجة يقول لك دابة، في مراكش يقول لك دروكة. يعني اللهجة واللهجة الأمازيغية داخلة في الريفية، داخلة ملحشاة، داخلة أنا الحشومة، داخلة في فهمتي، يعني كل حاجة داخلة في الفرنسية، داخلة في الأسبانية، يقول لك هنا النبيرة مثلا، يقول لك هناك مش عارف حاجة تاني. فيعني الأمور مش سهلة. إنك خدت سنة كاملة وأنا عامل زي الأعمى في المولد، مش فاهم ولا ما فاهم واله خالص. كنت بقعد في القهوه جنب الناس عشان احاول اعرف هم بيقولوا ايه. ولكن شويه بشويه اللي يعجبك المغاربه ما كيبذلوش مجهود باش انت تتفاهم معاهم. هم حباهم الله سبحانه وتعالى بموهبه ان هم يتكلموا جميع اللغات، يعني يتكلموا انجليزي، فرنساوي، هندي، فلبيني، اي حاجه يتكلم. فهم ياخدوك ايه بشويه، يقول لك انت مش فاهمنا، اوكي الشراجم يعني الشباك، نتفرج كوره مع بعض. شويه 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 بقيت المغاربه يمغربوك من غير ما تحس. علاش؟ حيت هم ناس طيبين، كياخدوك بالطيبوبه، كياخدوك بالانسانيه، كياخدوك بعدم العنصريه، كيخلوك تتشرب من الثقافه، كيوريك، كيدلك، كيقول لك هادي هنا وهادي هنا وهادي. فده كل ده لازم ياثر فيك يا جماعه. عن حب الله، برافو عليك. كمان الغريب عم يتاثر بسرعه، يعني الغريب لو زقيته كوبايه شاي بيفضل فاكرها مدى الحياه. انا لو واحد عزمني على شاي في مصر تاني يوم هنسى، انما في المغرب مش هنسى. ليه؟ لان انا كيقول لك هذا مصري. وبعدين المغاربه دايما سفراء لبلادهم، سواء في الخارج سواء في الداخل، الحمد لله. يعني الشعب المغربي لا غبار عليه من ناحيه الكرم. يا جماعه في شعب في العالم يقدم لك اول ما تروح عنده التمر والحليب، بعد شويه يدخل لك بالشلاضه، بعد شويه يديك لحمه بالبرقوق، بعد شويه يجيب لك التبصيله ولا البصل مش عارف اسمه ايه، بعدين يجي ماشي، بعدين يحط لك ايه الديسير، بعدين يحط لك اتاي، اربع خمس اكلات في وجبه واحده. اي شعب في العالم بيعمل كده؟ هو الشعب المغربي معروف بالكرم. طبعا على الكرم صراحه، يعني الشعب المغربي لا غبار عليه من ناحيه الكرم، من ناحيه الاخلاق، من ناحيه الانسانيه، من ناحيه التعامل مع الاخر، من ناحيه الانفتاح على جميع الجنسيات والطبقات والفئات. ما عندوش عنصريه الحمد لله رب العالمين. عليها الناس كامله تتبغي المغرب. لما تسال علاش الناس تتبغي المغرب، لهذه الاسباب اللي احنا بنقولها، انك في المغرب ما تحسش انك غريب. المغاربه ما يخلوكش تشعر بالغربه. ليه؟ بتكلم انجليزي يكلموك انجليزي، بتكلم فرنساوي يكلموك فرنساوي، بتكلم مصري يكلموك مصري، يقول لك اتفرجت على هو تلاقيه اتفرج افلام عادل امام اكتر منك. شوف الحلاوه، شوف العظمه. اول مره جيت للمغرب كنت جيت ناوي انك تبقى في هذا الوقت كامل، او كنت جيت اطلاقا؟ لان انا كنت موظف دوله، كنت موظف سيكولوجي، اخصائي نفسي، وكان عندي يعني شغلي وحياتي وارضي، او ما كنتش ناوي خالص. لكن لما جيت المغرب حصلت لي، عارفه لو كنت بتدور على حاجه، فانا كنت حاسس ان انا بدور عايز اغير حياتي. فلما جيت وشفت المغرب وشفت المغاربه وشفت كيف يا جماعه كيتعاملوا مع الناس، تحس بالتبوريشه حقيقه. يعني هذا يعزمك وهذا يعرضك وهذا يقول لك والله حتى تتغدى معانا النهارده وانا عرضك على مش عارف ايه، ويوكلك اكله مختلفه وحاجه. وبعدين بقى لما تدخل في التاريخ بتاعهم يعني تقع اسيرا لعشق المغرب والمغاربه، تشعر ان هؤلاء الناس اسود في حاله الحروب وفي حاله القتال وفي حاله النزال، اسود.
وإنسانيين جدا مع الغريب، مع البراني، مع بعضهم. فالمغرب يعني حافظ الله المغرب أرضا وشعبا وملكا صراحة. نرجع الأغنية. لأن النهاردة عيد العرش، وعيد العرش اللي هو اليوم اللي بيجددوا فيه البيعة للملك البلاد الملك محمد السادس نصره الله. وقلنا احنا الملك محمد السادس، يعني عارفين حاجة، احنا لما نقول مثلا في تركيا مثلا في شعرة بتاع النبي، ولا نقول مش عارف فين في الهند فيه الصباط بتاع النبي او الصندل، الناس بتطرق. فتخيلوا لا شعر، ده هو حفيد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الملك محمد السادس حفيد، هو بيرجع نسبه للحسن الصبت بن علي بن ابي طالب بن هاشم بن عبد مناف، علي بن ابي طالب زوج فاطمه الزهراء بنت سيدنا رسول الله. فتخيلوا يا جماعه ان يكون بيننا في هذه البلاد هذا النسب الطاهر الشريف، الامام سيدنا محمد السادس نصره الله. فشيء جميل، حلو، حلو جدا. يعني احنا لما بنمسك كتاب مكتوب فيه اول ما نسمع سيرة النبي نقول ايه؟ صلى الله عليه وسلم، عليه الصلاة والسلام. فتخيل ان يكون بينا يعني احد حفدة النبي صلى الله عليه وسلم، فدي حاجة عظيمة جدا، حاجة تفرح القلوب يعني. فمن هنا كان ان احنا النهاردة لازم نعمل عمل مصري نهديه لجلالة الملك محمد السادس وللشعب المغربي، ونفرح الناس ونفرح معاهم عشان يحسوا ان احنا جزء من هذه التركيبة. يعني احنا بنحب البلاد فعلا، بنحب البلاد من قلبنا، والحمد لله رب العالمين، ما يخرج من القلب يصل الى القلب، والناس حاسه بده ومتاكده من ده رب العالمين، الحمد لله. ولزي يقول لك هادك محبوب المغاربه، فلاح مصري. ليه؟ لان احنا بنحب الناس، بنحب هذه، نحن نحب البلاد كما لم يحب البلاد احد. الحمد لله. كلمات الاغنيه كتبت لا ما فيش خمسة دقائق، ما فيش خمسة دقائق كلمات الاغنيه. ليه؟ لان لما تكون حاجه انت بتحبها تكون هي بتكتبك مش انت اللي بتكتبها. فانا عايز اكتب اغنيه للملك، انا بحب الملك، هذه حاجه من عند ربنا سبحانه وتعالى. ليه؟ لان انت تقدر تروح السوبر ماركت تقول له اديني حليب، اديني سجاير، اديني زيت. ما تقدرش تروح السوبر ماركت تقول له اديني شويه حب، اديني ب100 درهم حب. والقيت عليك محبه مني، فربنا القى على سيدنا محمد السادس محبه منه، محبوب المغاربه ومحبوب العالم كله. فانا بحبه لله في لله سبحانه وتعالى. فلذلك لما جلست اكتب لقيت محمد السادس، عايز اقول حاجه ما اتقالتش، محمد السادس ابن الاكرمين. وعايز اقول في الاغنيه كوبليه مهم جدا، عايز اوري الناس اللي في الشرق، يمكن المغاربه طبعا عارفين، عايز اوري الناس اللي في الشرق، لان الناس اللي في الشرق بيعتقدوا ان الملك محمد السادس من نسل سيدنا الحسين. فانا عايز اقول لهم ان ايه، ابوك الحسن اللي هو الحسن الثاني، وابنك حسن، وكلك في كلك على بعضك حسن، لانك يا سيدنا ايه، ابن حبيبنا امامنا الحسن اللي هو الحسن الصبت بن علي بن ابي طالب. فالاغنيه ما استغرقتش كتير، الاغنيه اللي بتستغرق كتير اللي بيكون فيها ايه، صناعه مصنوعه، عايز احط دي هنا وعايز احط دي هنا، انما الاغنيه اللي طالعه بحب ممكن في ثواني تكتبها. فهي اتكتبت لوحدها. ليه؟ لان انا بحب الملك وبحب الشعب المغربي، وارسلتها للاولاد في مصر، فيعني قال لك لازم نعمل حاجه، فسهروا عليها واشتغلوا عليها على طول 24 ساعه، ومكساج ومونتاج ومش عارف ايه وايه، والحمد لله رب العالمين طلعت اغنيه. يعني اكون انا فخور اني انا عملت هذه الاغنيه. نعم. الرسالة الأخيرة أيها المغاربة. إذا يدخلوا المغاربة اللي عايزين يسمعوا الأغنية يدخلوا فلاح مصري، يكتبوا بس في يوتيوب فلاح مصري فقط، أول حاجة هتطلع لهم هي الأغنية بتاعة الملك محمد السادس. يكتبوا غير فلاح مصري، سواء يكتبها بالعربية بالإنجليزية، يدخل يسمع الأغنية يتفرج عليها، وإذا عيبته يشيرها علشان توصل يعني تنتشر للناس كلها، والناس كلها تفرح يعني كاملة. وفي الآخر أنا عايز أقول رسالتي للشعب المغربي إن أنا أحبكم في الله بصدق، يعني أحبكم في الله جميعا. ليه؟ لأني لكم دين في عنقي، أنتم أكرمتموني وأنتم تعاملتم معي كأهل وكإخوة وكأصدقاء. لذلك ما أفعله ده ترويج السياحة والعمل على المدن المغربية وصورة المغرب الجميلة، هذا دين في عنقي. ويعني
شكرا لكم جميعا، شكرا لكل متابعين فلاح مصري، شكرا لكل الناس الطيبين اللي انا بقابلهم في الشارع، شكرا لكل الناس اللي بيعرضوني، شكرا لجلالة الملك محمد السادس هذه المنارة اللي منورة المغرب ومنورنا العالم العربي، حفظه الله ونصره الله دائما وابدا وايده بنصره واعطاه الصحة والسلامة يا رب العالمين. مشاهدي شفتي كنتم معنا في البث المباشر من مدينة طنجة، مع السلامة وتصبحوا على خير.